يعني مثلا كنت بهدفن، يعني انا بجد في السوشيال ميديا يعني رايحه في داهيه. هددني ما ينفعش اقول ايه ده انت. اسمي رابي. اسمي رابي. اجرب ارحب بيكي معانا في وشوشه. اهلا بيكم. كلميني بقى عن ازمه الثقه. او ازمه ثقه كبيره. ازمه ثقه كبيره بتحصل. والله بصي، هو مسلسل سسبنس وانا بحب التيمه بتاعته قوي. يعني أنا دلوقتي خلاص دلوقتي بقيت بفهم في الكتابة. فبحب التيمة بتاعته قوي، وهيحصل حاجات كتير قوي خلينا نشك في كل الناس، بس خير خير إن شاء الله. إيه موضوع بفهم في الكتابة؟ أكيد خدت حاجة. أيوة، خدت ورشة مع أستاذة عمرو محمود الزين. ودلوقتي إحنا بنكتب مع بعض مسلسل. والله مبروك. الله يبارك فيك. طب دورك فيه بقى أثبت ثقة. أنا بعمل دور نهى. نهى سكرتيرة أسامة. وهنلاقي بقى كده في كده تتابعات بقى وكلاكيع وحاجات كده في الأحداث، بس يعني هي يعني ممكن تقولي أحسن الوحشين. تعاونك بقى مع أبطال العمل. مبسوطة جدا بصراحة، كواليس تحفة. واشتغلت قبل كده مع أستاذ وائل فهمي عبد الحميد في النقطة العامية، قصة الصبح اشتغلت معاه كتير. فالكواليس بصي يعني as usual كل الناس، استاذ هاني، نجلة، من ملك، تامر، مش انا مش عايزه انسى حد، حبير، منير، كل الناس بجد جميله جميله، كواليس حلوه. انا مبسوطه بقى، جايه وانا مرتاحه. هاجر زمان زي دلوقتي لسه بتخاف قدام الكاميرا؟ انا قلت لك كده بجد. كنت بخاف زمان، الواحد بقى خلاص بقى اتعود بالكاميرا. يعني انا بحب الكاميرا، انا بعشق الكاميرا. سمعنا ان ابنك بطل مسلسل ولا طب بطل فيلم، عايزين نعرف التفاصيل. يوسف دخل مجال التمثيل، وبيعمل دلوقتي فيلم مع استاذ سامح حسين واستاذ هبه مجدي، وبيعمل فيه دور بطوله، وانا مبسوطه بيه. يعني هو موهوب بجد، وبتمنى له كل التوفيق وكل السعاده. يعني يا يوسف عايزينك تعالى. يا يوسف مبروك على الفيلم. الله يبارك فيك. كلمنا بقى عن الفيلم. انا بعمل الفيلم ده، المخرج استاذ عبد الرحمن، بعمله مع سامح حسين وهبه مجدي. كلمنا لا تفاصيل، عايزين نعرف دورك. لازم تحرقه. استاذ سامح حسين واستاذ هبه مجدي. تقول كده. فانا مش هينفعش اقول. لا دور. ايوه هددني ما ينفعش اقول. ايه ده انت. اسمي رابي. اسمي رابي. طيب يعني هو اول عمل مامي بقى واقفه معاك في البطوله دي وواقفه معاك في الظهر. انا معاك في الفيلم بجد. هو نسي يقول اسمي. نسيني. وانت كنت قايله. انا كنت قايله بجد. مش فاكره. تلعب دور ايه بقى؟ مامته كمان. طب ماما تختلف الفيلم عن المسلسل اللي فكت مامته؟ طب تختلف في الفيلم عن المسلسل؟ حاسه زهقانه قوي. بتختلف في البيت عن المسلسل؟ على الفيلم. انا اتلخبطت. انا حاسه زهقانه قوي، حتى في المسلسل كانت مامتي، في الفيلم في البيت مامتي. احنا جايين نهدي النفوس النهارده. احنا جايين نهدي النفوس النهارده. كلميني بقى عن التعليقات السلبيه، لو جات لك اي تعليق سلبي على الفيسبوك بتعملي معاه ازاي؟ لا ما بتعملش والله. ما بترديش؟ لا ما برد، ما بشوفش اساسا، ما بشوفش. يعني انا يعني انا بجد في السوشيال ميديا يعني رايحه في داهيه. انا ما بشوفش، انا ما عنديش وقت ان انا اشوف تعليقات. طبعا يعني لو تعليقات سلبيه بنات طبعا كتر خيرهم، وممكن ابقى لو شفتها ابقى اخدها في عين الاعتبار اكيد. لكن لو تعليقات سلبيه مجرد غلاسه يعني لا، ما بردش خالص، ما عنديش وقت. يعني بيت بقى وشغل وبتاع، ما بدخلش خالص على السوشيال ميديا. مسلسل أزمة ثقة، وفي فيلم استنساخ برضو قريب. بالظبط. وفي فيلم إن شاء الله يدخل مهرجان، ده أنا شقيت فيه وأتمنى إن أنا آخد فيه جايزة. يعني إن شاء الله. فيلم التفاصيل عن فيلم المهرجان. أنا مش عارفة أتكلم عن أي تفاصيل خالص عن الفيلم ده، بس أنا عملت حاجة في عمري في حياتي ما عملتها، وعمري ما حد عملها تقريبا. ما اعتقدش. دورك في فيلم يعني كنت بدفن، وكنت بنزل في البانيو ميه متلجه بهدوء. يعني بصي فيلم لا مش رعب، هو سايكو. بس يعني انا اتمنى ان انا ان شاء الله. يعني انا الفيلم ده تقريبا اشتغلت ببلاش علشان ابين كل قدراتي وكل موهبتي، واتمنى ان انا اقدر اخد بيه جايزه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. شكرا جدا. شكرا. باي باي.